اليوم 6 فبراير 2017، من سيكون سعيد الحظ أو سعيدة الحظ؟ سيدتي سادتي، وصلونا أكثر من 3000 مساج، أكثر من 3000 مساج، الكل يحب يفرح الوالد، يفرح الوالدة بالعمرة هذه اللي كما قلت بالنسبة لأي عائلة تونسية هي حدث كبير برشا. عملية القرعة معناتها بدون أدنى شك. اليوم الفائزة معنا مدام سارة رو. ألو عسامة إي إف إم، أنا سارة من بن عروس، حبيت نكلمكم. أنا كفيفة عمري 41 سنة، وعندي أخويا كفيفة عمره 43 سنة. شو مش نحكي لكم علوم البابا قديش قاموا بينا؟ شو مش نحكي لكم؟ الإنسان العادي يقول راه أمي بابا زحاوا علينا كي كنا صغار، وأنا زحاوا علي أنا وخويا، وإحنا وهما إحنا صغار وكبار. ما نكذبش عليك، الإحساس اللي نحسه أنا كيف أمي تقوم بيا، والإحساس اللي يحسه خويا كي بابا لتو يوصلوا لخدمته ويعاود يرجعوا بابا عمره 75 سنة وأمي عمرها قريب 70 سنة. شنو باش نحكي لكم؟ بالحق إحساس نتاع الإنسان العاجز، ما نجمش نعوض لهم، ما نجمش. إنسان يقول لك نكبر ونعوض لوالدي، أنا ما نجمش نعوض لهم. إن شاء الله ربي عند ربي خير، وإن شاء الله أنتم تفرحوه. أنا حبيت نشارك، ما نكذبش عليك، حب أميتي، أمي وبابا يمشيوا للعمر. أميتي أنا لا عندي لا حول ولا قوة، لا نخدم ولا نجم نعاون، لا بصحة بدني لا حتى شيء. أميتي ما نكذبش عليك، كي سمعت البوبليسيتي في فين فرحت، بالحق فرحت. ريت الإنسان يبدا عايش على أمل وعلى الحلم، أنا هكيك عشت. إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله ربي سهل لي، إن شاء الله أمي بابا يكونوا هما من الفايزين، وربي سهل للعباد الكل. أنا ما نحبش نستغل الإعاقة متاعي باش العباد تسخف علي، أما هذيك هي الحقيقة. بالحق أمي بابا تعبين علينا. تصور أنت 71 سنة ولا 75 سنة لتوا يقوموا بولادهم، لتوا قايمين بولادهم، وشكونهم معاقين تحب ولا تكره، غير احتياجات خاصة. بالحق احنا صحيح انا كبيرة، اما نستحق برشا حاجات نجم انا ما نقولها لهم، شما هي فيقة بيلي انا نستحق لهم. وهكيك اخويا ما نكذبش عليك، لتوا بابا يوصلوا 75 سنة، لتوا بابا يقوم بكري باش يوصل خويا الخدمة ويروح بيهم. ما خمش ما نكذبش عليك، في مطر ريح برد بابا هو اللي قايم بخويا، ما نكذبش عليكم. الاحساس هذاك ان شاء الله يا ربي، احنا انا ما نكذبش عليك من شير سنة عيله، ومش ربي ان شاء الله انا ربي سامحني خاطر قاعده نتعب فيهم. ان شاء الله يا ربي سامحني خاطرني انا قاعده نتعب فيهم، اللي نتعب فيهم في حاجه اقوى مني. وان شاء الله ربي قدرني يا ربي، ان شاء الله يربحوا. سارة من بن عروس سليم، يا ربي ان شاء الله ربي يوفقني يا ربي، يكونوا لي امي بابا من الفايزين يا ربي، وربي يفرحكم، ربي يخلي لكم مباركم وصحة بدكم يا ربي. جاونا برشا دي ميساج مؤثرين برشا، و مدام سارة يعطيها الصحة. الميساج متاعها غيالمون بكاني. وفما حاجة أخرى، أنا جاية في الطريق، كلمني مواطن هو كليون عندنا في منال فياج، ويحب يعطي أنفلوب 1000 دينار أرجنت بوش بور لي بارون دو مدام سارة. ما شاء الله هي قلبها كبير، و عاد جاتها سفرة كاملة، جوستمون سفرة كاملة. ما شاء الله ما شاء الله، والله حاجة تفرح. هيل، حاجة هيلة برشا. يا سارة يا سارة.